السلام عليكم. من الحاجات الجديدة في ريفيت 2020 حاجة اسمها مالتي ريبار، بمعنى إن أنا عندي ريبار هنا وعايز أعرف المسافات اللي بينهم كلها، فبقول له مالتي ريبار بدل ما أعدي عليهم واحدة واحدة، لا مجرد بس إن أنا أعمل سيلكت كده هيبدأ يعمل لي التاج بالشكل دوت. طيب بعد ما عملت سيلكت جاب لي المجموع بتاعهم وعمل الدايمنشن بين كل الريبارز، أبدأ أعمل سيلكت. سيلكت دايمنشن اول. طيب قال لي هنا ايكوال ديسبلاي، هختار هنا الفاليو فيبدا يجيب لي الفاليو. ممكن تقول له ما ايه انا عايزه مثلا 1 ل 10 التفصيل، هيجيبها لك بالشكل دوت. تمام. طيب هنا كاتب لي 2 دايمنشن، يبقى تعمل سيلكت كده واديت. طيب بيقول لك شو دايمنشن تكست، طيب قول له سيلكت دايمنشن اديت. طيب في هنا حاجة إن أنت تكتب 2 دايمنشن مع بعض اللي هي الترناتيف يونت. تمام، قول له نان أبلاي أوكي. طبعا لو عايز ده وده مفيش مشكلة، لو عايز واحدة بس ده الحل بتاعها.